كتير، لكن طارق حابب تقولي في البدايه على المجهود الكبير الاول اللي بيبذل من النشاط الرياضي، لسه ما حققناش حاجه، بطولتين صغيرين جدا لسه ما حققناش حاجه. طارق بنبارك لكل الشباب والبنات واولاد النادي الاهلي اللي حققوا نتائج غير طبيعيه في النشاط الرياضي، وده استمرارا للجهد المبذول جوه النادي الحمد لله من كل الانشطه الرياضيه الموجوده، وده مش غريب عن النادي الاهلي. الحمد لله هو مش غريب علينا ان احنا الاهلي يكسب، الحمد لله ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه دايما الاول. بس الجميل هو التلاحم اللي موجود دايما بين مجلس الاداره الحمد لله وبين جميع القطاعات العمل الرياضي اللي موجوده جوه النادي بكل الانشطه. يعني الحمد لله انت شفته النهارده سجلته بين كابتن محمود الخطيب والمجلس وبقيه منظومه العمل اللي جوه النادي، فعلا روح الفانيلا الحمراء موجوده وربنا يديمها نعمه دايما. مبروك يا طارق ان شاء الله.